ثقافتنا، مبادئنا وعاداتنا، جميعها قيم. تضرب جذورها أعماق روحنا والأرض والوطن، فهي قيمنا. وقيمنا كشجرة متعددة الفروع، وتحت ظلها أخلاقياتنا. تلك الأخلاقيات التي عرفها الإنسان منذ بداية الحياة وإلى نهايتها، وهذه الأخلاقيات هي التي دعا إليها ديننا الإسلامي ومختلف الأديان، وحتى أصحاب العقول الراجحة والتفكير السليم. قيمنا هي حياتنا، ولا حياة بلا قيم. لو طرحت عليكم سؤال، اذكروا لي 20 صفة إيجابية فيكم وبسرعة وبدون تفكير. مثال: إنك إنسان متفائل، سعيد، مجتهد بعملك إلى آخره. حاول إنك تتذكر. أنا متأكد إنك هنا راح تذكر، خلنا نقول أو تأخذ لك وقت شوي حتى تتذكر الأشياء الإيجابية فيك. لكن ماذا لو طلبت منك إنك تذكر 20 صفة غير جيدة فيك أو غير إيجابية، أو 20 صفة سلبية؟ هل راح تذكرهم بسرعة؟ تأكد إنك راح تذكرهم بسرعة. مثلا بتقول: فعلا أنا عصبي، أنا أزعل بسرعة، أنا حساس، ولا أنا وزني زايد، أنا متسرع في قراراتي، أنا أعصب بسرعة، أنا ما أقدر أسامح إذا حد زعلني، أنا صوتي مرتفع، أو أنا كسول، إلى آخره. راح تلاحظون أننا ما عندنا أي مشكلة أن نذكر الصفات السلبية فينا وأن نعددها بسرعة، بعكس الصفات الإيجابية فينا. مشكلتنا تقبلنا في أنفسنا بسلبياتنا أكثر من إيجابياتنا. السبب أن عندنا مشكلة في تقبل ذواتنا. أن تتقبل ذاتك يعني أن تتقبل نفسك، لونك، شكلك، أصلك، طولك، قصرك، صلعتك، ناس ما يقولون كرشتك، متنك، ضعفك، فقرك، تتقبل زوجتك، تتقبلي زوجك، تتقبل أبنائك، تتقبل أمك، أبوك، كل شيء وجدت نفسك فيه وأنت خلنا نقول هو خارج استطاعتك أنت تتقبله. أما أشياء إذا أنت خلنا نقول إذا كان وزنك خلنا نقول كبير تقدر تنحف عمرك، في أشياء تحتاج إلى تحسين ممكن تحسنها، أو تبدأ رحلة تقبل الذات مع الإنسان منذ نعومة أظفاره، هو صغير، هو طفل، من نعومة أظفار الإنسان، فالإنسان يتأثر بكل شيء، وتأثر فيه الأشياء كلها، تأثر فيه الكلمات، كلمات الأهل، اهتمام الأهل له أو إهمال الأهل له وتجاهلهم له، هذه الأشياء تأثر فيه، بل إن هذه الأشياء تعيش في داخله حتى نهاية عمره. ومن الأشياء المؤلمة لما تجد بعض الأسر يسجلون إعجابهم بذاك الطفل الوسيم اللي شعره ناعم، اللي بشرته أكثر بياضا مثلا، هنا يحصل رعاية أكثر واهتمام أكثر من باقي إخوته، هذا لأنه أجمل، لأنه شعره أنعم مثلا، يعني يحصل على الحصة الأكبر من الاهتمام. كم واحد فيكم يا ترى هو يمارس هذا الشيء بلا شعور؟ بلا شعور أخي العزيز، أختي العزيزة، اللي تفضلون أو تهتمون في ذاك الطفل لأنه هو الأجمل عن باقي إخوته، أنتوا جالسين تغرسون في أبنائكم قيمة دنيا، وترسلون رسالة لهم بأن القيمة العليا هي ذاك الإنسان الوسيم، ذاك الجميل، فتعطون رسالة غير مباشرة حقيقة مؤلمة جدا، أن قيمة الإنسان عندنا هي في شكله. لهذا من كان أقل وسامة أقل أهمية وأقل قيمة. في دراسة فرنسية تؤكد أن الإنسان يتذكر كل مواقف التوبيخ بمقدار 4 مرات من مواقف الثناء والمديح. لا يمكن أن يقدرك أي أحد إلا بعد أن تقدر أنت نفسك.
إلا بعد أن تتقبلها. تقبل نفسك أولا حتى يتقبلك الناس. وكلنا نعرف الإعلامية الشهيرة أوبرا صاحبة أقوى برنامج توك شو في العالم، قابلت في أحد الأيام مقدم برنامج عنصري في أحد اللقاءات أمريكي، فقالت لي أنا أبغي أقدم عندي نية أقدم برنامج تلفزيوني. فقال لها باستغراب وبازدراء، قال لها كيف فكرتي أصلا أنك تقدمي هالنوع من البرامج؟ لأن ما راح ينجح بالأساس، لأن أنت غير لائقة أنك تقدمي أمام الشاشة، لأن بشرتك سمراء وأن شكلك لا يمكن يتقبلها الشعب الأمريكي. ففعلا هذا الكلام ترك أثر بليغ جدا في نفس هذه المقدمة الشهيرة أوبرا، فكادت تنهار، فذهبت إلى شخص مختص فحكت عليه ما حصل. فقال لها ذاك الإنسان هذه الكلمة اللي خلنا نقول هي بمثابة الجرعة والأمل، التي من خلال هذه الكلمات هي استمرت وآمنت بفكرتها. قال لها أعرضي للعالم نفسك كما أنت، أعرضي للعالم نفسك كما أنت، لا تلبسي أي قناع، لا تزيني، دام أنت تقبلتي نفسك معلش من هذا العالم. وفعلا هذا البرنامج اليوم أصبح الأقوى على مستوى العالم. فنحن في الحقيقة نعيش في منطقتنا العربية والخليجية حالة من عدم تقبل الذات عند البعض، عند عدد ليس بقليل. فجنون الجمال اخترق الكثير من العقول في الصراحة، فلا غرابة سعي الناس اليوم خلف صناعة الجمال. فدول الخليج من أكثر دول العالم إنفاقا على تجارة التجميل، والأعلى نسبة في الشرق الأوسط، وبلا ذكر أسماء الدول. إن كل إنسان يرفض ذاته ولا يتقبلها هو في الأصل ما عايش سعيد. أحد الأطباء وأشهر الأطباء في هذا المجال اسمه ماكسويل مالتز، وهو أشهر طبيب تجميل. هذا الطبيب غير مهنته من طبيب تجميل إلى طبيب نفسي. نعم، غير مهنته من طبيب تجميل إلى طبيب نفسي. السؤال، ما السبب؟ شو اللي دفع هذا الإنسان إلى أن يغير تخصصه؟ لأنه يقول لك إنه هو تألم من وضع الناس اللي يجون في العيادة وشاف إنهم ما يتقبلون ذواتهم، فترك التجميل وترك عيادة التجميل وترك المال، لأنه خلف مثل هذه الصناعات أموال كثيرة صراحة، فترك الأموال وترك كل هذه الأشياء وتفرغ وفتح عيادة نفسية حتى يقنع الناس في عيادته النفسية أنهم يحبوا حياتهم أكثر، وأنهم يتوقفوا عن الركض المجنون خلف عمليات التجميل وخلف هذا السراب. وحتى ألف كتاب حول ذلك وأسماه التحكم النفسي. المشكلة أن الناس تعيش هوس الجمال وغفلت الاهتمام بالروح والنفس، وهما أهم من الشكل. فأقول يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، ودمتم بود.